السيدات والسادة، إن جدول الأعمال هذا الاجتماع ضمن المرحلة التالية: أولاً الدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة في إطار برنامج دافع الرأسمالي البشري من أجيال الصاعدة محور التعليم الأولي برنامج عام 2021. النقطة الثانية: الدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2021. النقطة الثالثة: الدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة للإلغاء. ولمزيد من التوضيحات أعطي الكلمة للسيد رئيس القسم خاصة تقديم عرض مفصل بخصوص النقاط المدرجة في جو الأعمال الاجتماعية من اللجنة حتى يتمكن أعضاءها من المناقشة والمصادقة بعدها. كنت بحاول دير اجتماع النقاط المدرجة في جو الأعمال هناك ثلاث نقاط اسمح لي إشارة إليها. فيما يخص برنامج أعمال التعليم الأولي للعالم القروي في سنة 2021 فهو الذي يتضمن يعني دوكمين وحدة للتعليم الأولي البناء اليوم لا يكون بناء بالصرف وجميع الوحدات التي تتضمن حجرة واحدة. فيما يخص الجامعة المستفيدة فالبرمجة تحمل يعني سيبلتي لجميع الجامعات التربية بالتراب الإقليمي. فيما يخص الجامعة الأخرى يعني جوج وحدات ديال التعليم الأولي بدوار كل مرمى عقبة وشلاجة فشلاء ولا تهني والمصابيح لثلاثة أربعة ديال الجماعات ديال الوحدات ديال التعليم الأولي ولا السعيدة ونايصال وبومدين السوار والجيلات. فيما يخص سيدي التيجي هناك 700 وحدة ديال التعليم الأولي هي بجيلة ذهبي الأساس العطاطبة الحسينات عريش المعاشة أربعة ديال وحدات ديال التعليم الأولي ولا الأميرة تحاملة علي بن أحمد. فيما يخص الجماعة الترابية لكا الستة ديال الوحدات ديال التعليم الأولي ولاد بن عزي شروات العدارو المساعدة التعليم كذلك مجال أساسي في يعني التشخيص وفي يعني تحديد التموقع والتوزيع ديال هذه الوحدات ديال التعليم الأولي. وهذا ما هو شيء هدف شخصي هو هدف في منظومة أكبر من ذلك فهو يعني ربما الأساس أنه هذا الجيل ديال الأطفال الذين يولجوا للدراسة باش يجي من الحد من هذا الدراسي ولكي يكون الشروط العامة للتعليم للتلميذ في بداية أولى في التعليم الأساسي يكون استقى وتلقى مجموعة من المبادئ الأساسية ديال التعليم في المرحلة الأولية. يعني المبلغ الإجمالي للاستثمار ديال المشروع 190 437.50 مساهمة المبادرة 100,000 درهم ومساهمة عمل المشروع 290 437.50 دونك المشروع يعني تمديد فترة الموكبة من مشروع الطرف للجانب البنية الاقتصادية. هناك المشروع الآخر تعلق بأمر بوكالة التواصل المالي والديكور يعني القيمة ديال المشروعات 107.106 مساهمة المبادرة 100,000 درهم ومساهمة عمل المشروع 207.160 يعني المشروع هذا موافقا مبدئيا من طرف اللجنه الاقليميه للبنيه الاقتصاديه. فيما يخص المشاريع المقدره من طرف جمعيه فينوكيس موروكو المشروع الاول كان بورش عشريه للنجاره ونقش الخشب والمبلغ الاجمالي للمشروع 196,000 درهم مساهمه المبادره 93,000 درهم و600 مساهمه تحمل المشروع 66,400 دونك المشروع هذا موافقا مبدئيا من طرف اللجنه الاقليميه للبنيه الاقتصاديه. المشروع الثاني يتعلق بصالون حديد لتصفيف الشارع يعني على طريق مونتيسوري الموافق على المشروع هذا الموافق المبدئي وطلب اللجنه الاقليميه للتنميه الاقتصاديه. المشروع الثاني هو وحده انتاج زيت ارغان دونك الاعتماد المالي للمشروع هو 134,545 مساهمه في المبادره يعني 200,000 درهم مساهمه حامل المشروع 134,545 استخراج مونتيسوري زيت ارغان وفق واحد التصور واضح جدا في مجموعة من المسائل اللي هي واقعية اللي تنقطب بجميع يعني المكونات ديال ومرتكزات ديال المبادرة فملي كنقولو فئة الشاب اللي هي مستهدفة الحمد لله في الداخلي كاين تصور واضح جدا لكل فئة من الفئات عماقين دولة الخاصة إلى دولة القصر الكلاوي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة الناس اللي عندهم يعني كبار السن الطفولة المهمة هناك عزيمات من المغرب لذلك كاين تصور واضح جدا نفس الشيء بالنسبة للدعم ديال بعض القطاعات الاجتماعية الصحة والتعليم كاين تصور واضح جدا وكاين البروغرام إن شاء الله كتنفذ وفق واحد المنهجية واضحة وتحققوا مجموعة من الدستور الحمد لله الآن واحد العدد ديال الخطط والمشاريع اللي لقاو طريقهم للحل وفق حتى واحد التصور مجالي لبرامج ديال المبادره بالشكل اللي كيسمح انه السكن الاقليمي كلها الحواضر ديالها والقرى ديالها
ان السبب هذا هو الوصول الرسالي ان شاء الله نتجاوز واحد العدد ديال الاكراهات اللي مطروحه في شتى الميادين في يعني لغايه اساسيه هو الرفع من مستوى التنميه البشريه على الصعيد المحلي هو الاساس. اذن اشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا اليوم تم اجتماع ديال اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه تحت الرئاسه ديال السيد عامل الاقليم اسافي اللي تمت المصادقه على مجموعه ديال المشاريع. اولا تمت مصادقه على برنامج عمل 2021 فيما يخص التعليم الاولي اللي تم المصادقه على احداث 82 وحده للتعليم الاولي بمختلف تراب الاقليم بالعالم القروي، بالاضافه الى المصادقه على مجموعه من المشاريع في اطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.